يطلع على هذا جاهز الموي هات يا جاهز الموي يا 20 عام لجنة القدس وتراب فلسطين أصلي ومعدني مين اللي قال مستو هاو عدرو هالفواح كشمك وأبوس التراب هاي أجمل لحظات عمري الحمد لله رب العالمين إنه تمكنت وشفت أمي ولحقتها وبشكر ربي كثير 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 إني يعني ما زالت موجودة وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يقدرني إني يعني جزء بسيط من اللي أنا أتعبتها وأرهقتها طوال 20 عام وهي تجري من سجن لسجن والحمد لله يعني آخر 5 سنوات ما استطاعش تزورني وهذا الحكي لأنه تعبت وإجريها من الزيارات الكثيرة من الشمال إلى الجنوب من شمال فلسطين إلى جنوبها وهي وراي من سجن لآخر والحمد لله رب العالمين أنا اليوم حر بين إيديها وأنا اليوم بإذن الله أنه أستطيع أعوضها لو إشي بسيط من اللي أنا حرمتها وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يفك أسر كل المأسورين وربنا يحررهم جميعا بإذن المولى بإذن المولى عز وجل أنه كل السجون تغلق وما يتم أسير رسالة الأسرة فقط ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومن ثم حرية الأسرة حرية الأسرة حرية الأسرة هذا مطلبهم الأسرة لا يريدوا رواتب أو رتب الأسرة فقط يريدوا حريتهم والوحدة الوطنية الوحدة الوطنية هي عنواننا وهي يعني أكسجين الشعوب المقهورة والوحدة الوطنية قانون الانتصار فلذلك إحنا يعني الرسالة اللي بنحملها إن شاء الله إن شاء الله إننا نوصلها ورسالة الأسرة تصل لكل مسؤول وكل معني بالأسرة عشرين سنة وأنا أوقات في السجن وأوقات في المحاكم وأوقات في الراحة وهانهم والحمد لله رب العالمين الآن روع علي بسلامة وصحة جيدة وأشكر ربنا ليل نهار وأشكر كل من ساهم في فرحتي لأنهم علشان يعتقلوا شفعهم